الناس اللي شغالة اوبر سكوتر او كريم سكوتر او اندرايف، خلي بالكم بالله عليكم وكونوا حريصين. الرحلة اللي تجيلك بالليل وتحس ان هي فيها اكتر من شخص كعدد ركاب بلاش تقبلها. لو حسيت ان الرحلة دي رايحة لمنطقة شعبية او منطقة مهجورة بلاش. لو انت مثلا وافقت على الرحلة والاشخاص دول حسيت ان هم شكلهم غريب، طريقتهم غريبة، خلي بالك. او لو انت ماشي في الشارع وفجأة لقيت نفسك داخل مناطق مقطوعة، مناطق مهجورة، برضو خلي بالك واستعد للحظة ديت. حياتك غالية جدا بالله عليك. هنحلل مع بعض دلوقتي شباب الاخطاء عشان نتعلم الدفاع عن النفس لعله يكون علما نافعا. دلوقتي يا شباب واضح من الفيديو شكل الشارع كده اهو دلوقتي امامنا، مهجور مقطوع والنور فيه ضعيف جدا، تمام. دخل اهو دلوقتي ايوه الشاب بالموتوسيكل بتاعه، السكوتر بتاعه، تمام، ومعاه اتنين. نقف هنا بقى، مولع نور الكشاف بتاعه، ده معناه ان المنطقه مهجوره، النور فيها ضعيف وما فيهاش بشر خالص. يبقى انت هنا في حد بيوجهك لمنطقه معينه، كان ممكن يكون قبلها في كذا شارع، تمام، لكن مجرد راح بعدين قالك خش يمين شمال فانت لقيت نفسك هنا في شارع زي ده. هنا دلوقتي خلاص بيقول له ايه، اقف هنا، هننزل هنا. الراجل اهو دلوقتي طبعا بيقف بالسكوتر بتاعه، تمام، هوبا، ايوه هنا بقى واحد اهو اللي هو راكب وراه غدر بيه وفجاه عمل له حركه ايه بقى، شوكينج، حركه خنق. يا كابتن جابر، اول ما تشعر على طول ان في حد عمل معاك حركه خنق لازم بكل قوتك تعمل مقاومه، بايدك توقف قوه الخنق، بصوابعك كده تدخلها بقوه، تمام، وتنزل بعظم دقنك. يبقى انت هدفك الرئيسي توقف قوه الخنق لازم. نكمل الفيديو هنا طبعا عشان هو على السكوتر، ايوه، فراح وقعه اسفل. ركزوا بقى، هنا في شخصين هدفهم ان هم هنا عايزين يسرقوا السكوتر، ولكن للاسف مش كل اللي بيثبتوك هيسيبوك، دول هيقضوا على حياه الراجل. بشكل عام اللي بيخنقك بقوه هنا لو انت مش على الموتوسيكل، هدفك الرئيسي توقف قوه الخنق بالدقن وباليد وبالاصابع، وبايد واحده بتضرب ضربات متتاليه في منطقه تحت الحزام، وبرجلك ممكن يسيبك، تمام. لو ما نفعتش الحركه دي برضو بتوقف قوه الخنق، يبقى انت هدفك الرئيسي لازم توقف قوه الخنق. بتوقف قوه الخنق بقوه ثم بتعمل حركة التواء، بتجيب ايد عند الذقن وايد خلف الرقبة، تمام، وبتلفها، ايوة بالشكل ده، حركة التواء. او نفس الفكرة، بتعمل كل شيء وتوقف قوة الخنق بقوة وبتلف رجلك وراه، ده في حالة لو انت واقف. لكن هنا بقى نكمل الفيديو، ايوة عمال يعملوا حركة خنق اهو، تمام. للأسف الضحية حط ايده فوق، يعني هو طبعا لابس خوزة، المفروض انت لما تلبس الخوزة يكون حركة الخنق اصعب مش اسهل، لان الخوذه نازله لتحت، لكن الضحيه للاسف ما عملش كده، الضحيه طلع فوق، فطبعا التاني مسكه من تحت وداس بقوه. هنا بقى ايه اللي بيحصل يا شباب؟ هنا اللي بيحصل ان بيتم الضغط على الشرايين اللي بتوصل الدماغ، الشرايين السباتيه اللي بتوصل الدم للدماغ، وكمان بيحصل مز للقصبه الهوائيه، فهو هنا بيمنع عنك الدم والاكسجين، فانت بتفقد الوعي. فالصح هنا لو في حد خنقك، تمام، شغل فيديو وانت وقعت بالشكل ده، يبقى لازم توقف قوه الخنق وتحاول تلف جسمك اتجاهه. ليه؟ لانك انت لما انت حضرتك عملت حركه التفافيه كده، ايه اللي حصل؟ حركه الخنق بتاعته بدل ما هي هنا في المنتصف القصبه الهوائيه، لما انت لفيت كده اتحركت، بقت الخنقه عند جانب الرقبه فقط لا غير، يبقى هنا الوضع ضعيف. اما لو خنقك في النص هو هنا خلاص مزق لك القصبه الهوائيه، لكن لما انت حركت جسمك كده رقبتك كده بقت الخنق في الجزء ده بس، فاذا هنا في هواء، اذا هنا في دم هيوصل لك. وصلت؟ فبالتالي يا شباب اول ما حد يخنقك لما تنزل على الارض على طول ايدك اهو تنزل بقوه وتلف، ولازم تقوم معاه، وانت بتلف لازم تضرب تضرب تضرب، المهم انك انت تحاول تقوم. وقت ما تقوم تقف بقى خلاص ضربات متتالية، ترجع ايدك للخلف، تمام، ممكن تهرب طبعا، ممكن تشوف قالب طوب، عصا تستخدمها، ممكن ترجع ايدك وتضرب ضربات متتالية. انت مش هتسيب نفسك كده، مش هتستسلم. في ناس كتير تقول يا كابتن جابر لا ده ساعة القدر خلاص ومش عارف ايه، ما ينفعش يا حبيبي، لازم تتعلم الدفاع عن النفس، لازم يكون عندك ادراك موقف. ربنا يوفقكم يا رب العالمين. يبقى حركة الخنق، بوقف قوة الخنق، بلف اتجاه وشه، بضرب ضربات متتالية، بحاول اقوم اقف اوقعه، يانا يانتو، المهم لا اترك روحي تذهب هباء. ربنا يوفقكم يا رب العالمين ولكم الحكم.